الانجازات ديال المغرب وكاين اللي يطبل بينه، وهذه صراحه لان المغرب راه الحمد لله يعني التواجد ديال المغرب في الاقليم ديالو كل هذا الشيء هذا خلى الدول الاوروبيه انها يعني تتحاكم مع هذه المصالح المغربيه، وخاصه راكم كتعرفوا مؤخرا المغرب انه برم واحد الاتفاقيات. لسان حال المغرب هو الشباب تعلقوا بالورقه التاريخيه. الورقة التاريخية هي أساس كل ما تعيشه الدولة المغربية من انتقادات مجانية وشجاعة، واعتمدنا فيها على كل الوسائل البيداغوجية والعلمية والأكاديمية لإنهاء نزاع المفتعل. هذه رسالة مشفرة للفرنسيين وللإسبانيين وللأطماع الألمانية والبلجيكية والإيطالية باتهام المغرب بحقوق الإنسان. شيء جميل باش نقراو بحال هاد التربات. أنا في الجامعة لي 30 عام وأنا من 83 وأنا مخلص للتخصص الصحراء، تاريخ الصحراء. رجعوا معايا الاتفاقية ديال المغرب مع فرنسا في عام 1763 1767 1777 منتجي حتى العام 1899 ما كنعرفوا عليها والو، وخاصة بحقوق الإنسان. أش كان الموقف ديال محمد الثالث مع الملك ديال السويد اللي دابا هما متعنترين بالجمهورية الوهمية؟ هادشي في عام 1763 أن يتدخلوا لإنقاذ الغرقى وحماية أموالهم وأرواحهم وحقوق الإنسان. تأتي هذه الوقفة الإعلامية في هذا اليوم الدراسي للإجابة عن العديد من الترهات التي صدرت عن شريك اقتصادي وحليف استراتيجي للمغرب ألا وهو البرلمان الأوروبي، خاصة وأن المشكل عميق جدا ونعلم جيدا من يدفع ب هذه التشنجات، خاصة الموقف الفرنسي الذي لم يستصغ الكلام الذي خرج صراحة على أننا لن نقبل بازدواجية المواقف فيما يتعلق بمغربية الصحراء. هذا التطول الأوروبي فيما يتعلق بحرية الصحافة أو حرية الإعلام، ثم كذلك فيما يتعلق بالمؤسسة القضائية بالمغرب، على أنه بمثابة رسالة مشفرة لإيقاف قطار التنمية المغربية الذي انطلق بسرعة فائقة بل وتجاوز العديد من الدول الأوروبية، شيء الذي لم يرضى عنه العديد من الزعماء الأوروبيين، خاصة النجاحات الدبلوماسية الملكية فيما يتعلق بمغربية الصحراء وتهافت العديد من الدول الأوروبية على فتح هيئات دبلوماسية وقنصلية لها في مدن الصحراء المغربية في العيون والدخلة. هذه النجاحات أضف على ذلك قطار التنمية الاقتصادية المغربية داخل الأوساط الإفريقية لم يعجب فرنسا، أصبحت مزاحمة من طرف المغرب، كذلك على أننا انتفضنا في وجه الطغمة الفرنسية الحاكمة ورفضنا سياسة الإملاءات التي تخرج عن قصر الإليزي. انتهى زمن التبعية، اليوم لن نقبل بازدواجية المواقف فيما يتعلق بقضية المغاربة الرئيسية ألا وهي مغربية الصحراء. ثم كذلك لابد من البوح الرسمي على أننا قلنا لا وألف لا في عدة مناسبات، لا لفرنسا بل حتى لإسبانيا ولألمانيا ولبلجيكا ولإيطاليا وللسويد، و انطلقنا في قطار هذه التنمية الاقتصادية على أسس وركائز متينة، منها أولا ورقة الحكم الذاتي التي نتفاجأ إلى حد اليوم لماذا هذا الصمت الرهيب للفرنسيين وللبلجيكيين وللبريطانيين وللإيطاليين فيما يتعلق بقضيتنا الوحدة الترابية، حقيقة أنهم شركاء اقتصاديين فاعلين وتربطنا بهم علاقات وأوفاق وطنية ودولية، لكن لا مزايدات حول الوحدة الترابية لأننا اعتبرناها خط أحمر. وكما قال العديد من الخبراء السياسيين
والأكاديميين انتهى زمن الازدواجية في المواقف، إما أن تكشف عن القناع فيما يتعلق بقضية المغاربة الأساسية الصحراء المغربية، أو أن تعكس موقفك على أنك معادي للوحدة الترابية وتدخل في إطار المنافسة والخصوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.